تكلمنا عن أعراض وعلاج التهاب الجيوب الأنفية؟ التهابات الجيوب الأنفية من الأمراض الأكثر شيوعاً في مصر وفي العالم، بتمثل نسبة تقترب من 10-15% من الناس، يعني في مصر، بلد زي مصر 100 مليون، حوالي 10-15 مليون مواطن بيعانوا من أعراض والتهابات الجيوب الأنفية. وأعراض الجيوب الأنفية هي 8 جيوب أنفية، 4 في كل ناحية، فوق العين وتحت العين وبين العينين، داخل الأنف وخلف الأنف. أعراضها مرتبطة كلها، بتفتح في الأنف، الأعراض بيبقى في مجموعة من الأعراض مرتبطة مع بعضها، انسداد واحتقان في الأنف، إفرازات من الأنف، مشاكل في الشم، وألام في الوجه وفي الرأس والصداع. كل الأعراض دي مع بعضها بتمثل أعراض التهابات الجيوب الأنفية. والحقيقة نظرا لشيوع الأعراض دي بنحتاج في الالتهاب الحاد بندي علاج سريع عشان نمنع المضاعفات. ولما يبقى في التهاب مزمن ومستمر، ودي حالات كتيرة برضو لان زي ما شايف المرض شائع جدا، بنعمل اشعة مقطعية عشان نحدد الجغرافيا بتاعت الانف والجيوب الانفية، ونعرف اي من الجيوب الانفية ملتهبة. وبعدين بنبدأ بالمنظار الجديد، الحقيقة موش جديد لأنها بقى لنا 20 سنة الحقيقة نشتغل بمناظير لعلاج كل التهابات الجيوب الأنفية. والمناظير دي بتدخل الضوء عن طريق مصدر ضوئي والألياف الضوئية داخل الأنف، بحيث إن إحنا بعد ما كنا بنشتغل من زمان على بعد 50 سنتي، حاليا بنشتغل على بعد سنتي، نقدر نوجه العدسة في كل اتجاه لعلاج التهابات الجيوب الأنفية اللي بتوجد في الجبهة، في الخد، خلف الأنف، منتهى الكفاءة. هو ده الحقيقة، هو ده الجولد ستاندرد بنقول عليه، أو اللي هو المعيار اللي موجود حاليا في كل العالم لعلاج التهاب الجيوب الأنفي. والحقيقة أثبت فعالية شديدة في علاج الأعراض المصاحبة لالتهاب الجيوب الأنفي، من الانسداد في الأنف والآلام الوجه والصداع، كل ده في معظم الأحوال بنقدر نحسنه باستخدام جراحات مناظير الجيوب الأنفية اللي هي يعني عدد شائعة ومدرب الأطباء عليها. وجزء كبير من المؤتمر المعمول النهارده اللي هو قريب من ايجيبت 24 لعلاج هذه الأمراض الشائعة، وتدريب الأطباء الشبان على كيفية تشخيص وعلاج هذه الأمراض. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور ياسر.